لا تعرف انك ووك لا مو ووك اوت اول باكج يا شباب اكنتشي. متجر سوري جيمر لبيع الكوينز، المتجر الافضل والاسرع والاضمن في نقل الكوينز يا جماعه الخير، وعاملين عروض خرافيه بمناسبه بدايه فيفا 23. الرابط بالديسكربشن، ارقام الواتساب كلها بالديسكربشن موجوده، اذا عندك اي سؤال بتقدر انك تستفسر عن طريقهم سواء لشراء الكوينز او لطريقه الشراء. والان بترككم مع المقطع. السلام عليكم يا جماعه الخير، الطريقه للعالميه اليوم حلقه اسطوريه بكجات الانفورم، رجعت يا جماعه الخير اللي بتضمن لك انفورمات، وايضا عندنا تكمله الفوت نشوف هل حنقدر على الرانك 1 او الرانك 2 او شو الرانك اللي رح نقدر نجيبه، لانه هذا الاسبوع حرفيا احنا وصلنا حدود 1.5 مليون كوينز. هذا الشيء السلسلة الماضية، يعني السلسلة الماضية أنا ما وصلته خلال السلسلة كاملة. لايكات يا جماعة، والله لايكات جدا قالة، وأنا عم حاول نزل من السلسلة ما بدي أسحب، فبدنا نوصل 40,000. اضغط على لايك، فجر لايك، اشترك بالقناة، ما بيننا شيء يا جماعة الخير. 1.5 مليون بدنا نوصل بأسرع وقت، والهدف القادم 3 مليون. خلونا نبدأ مبدئيا الفوت، باقي لنا 8 مباريات، إذا بنفوز بنجيب رانك 2 يا جماعة، وباقي له 11 ساعة وبيخلص. جواز سكواد باتل نزلت، أرجوك الأسبوع الماضي نزلوني يا جماعة، على آخر الوقت نزلوني إليت 2. الحمد لله الحمد لله ضلينا إليت 1 هذا الأسبوع، ورب جوائز الإليت 1 بالسكواد باتل ممتازة، بكجين 50,000 وفوق 26,000، يعني والله عليها الكلام صراحة. إذا بتجيب إليت 1 والله عليه الكلام، فرق كبير عن الإليت 2 باقي الجوائز. بس المشكلة إنه الآن ما في حدث، ما في إلا الإنفورمات بالباكجات، يعني حتى فاتي نزل تحدي، خلينا نشوف بطاقته. فاتي بيلعب مهاجم وبيلعب سي إف، أوكي والله والله بطاقته حلوة للأمانة، ولكن يا جماعة صدمني سعره. الدربل ممتاز، الإنهاء ممتاز، 91 فينش، السرعة ممتاز، بطاقة جدا حلوة على فكرة، قوية جدا وجنسية حلوة، وبرشلونة يعني حلو، اللي عنده كيسة كذا بيشبكه، بس سعره بيكلف 300,000 كوينز، 300,000، يعني ميسي 700 وهذا 300، لا بعمل ميسي. طبعا حتسألوا من وين 1,400,000، الصراحة بعت مبابي، ما بعرف إذا تقريبا قلت لكم، ولكن الأسعار جدا كانت عم تهبط، فقررت بيعه 1,300,000 الآن، بظن إنه هبط زيادة. تياجو بعته، سيسوكو بعته، المفروض ارجع اشتري والله. المبلغ اللي وصلته بعمري ما توقعت وصله تقريبا باول 20 حلقه بالسلسله، يعني حرفيا هذا الشيء ما كان متوقع بالمره. في هذا الباكج الانفورم زائد 80 منزلينه، قسما بالله هذا باك عليه الكلام، ممكن انه يطلع لك منه شيء فنان، فحامل. وجو ماريو تطور كمان، والله بطاقه حلوه يا جماعه، وهذا اللاعب رخيص يعتبر، طالب تحدي واحد بيعطيك بطاقه 87، يعني يا جماعه ما بيكلفكم حرفيا، يعني تكلفته اقل من سعر الريت 87، فاللي ما عمل هذا اللاعب اعملوه لانه ممكن يفيدك حتى بالتشكيله، يعني سوبر سب والله ما له سيء. هات نعمل هذا الباكج، يا رب يطلع لي نيمار، يا رب نيمار او مبابي او شيء، يا رب 3-84 فوق، بظن عندي لعيبه بظن. والله هذا اول باكج، حنعمل منه 3 باكات ولا نفتح واحد؟ حنفتح واحد ونشوف الحظ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا رب ووك اوت، يا رب ووك اوت، بسم الله يا رب انك ووك اوت. لا مو ووك اوت اول باكج يا شباب، اكنجي مو اكنجي حتى. يهو شو ليه باك الانفورم هيك؟ لا عندي يا هذا الحارس، عندي يا عندي يا حسبي الله، مو 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 ووك اوت، يرحم ابوك اللي عندي بينباع. يلا يا باكات الانفورم، يلا متامل خير باذن الله، لاعب 90 ريت هيك بهالحدود. لا مو ووك اوت، روزارد منيح منيح يا رب، لاعب 86 ريتنج وفوق، انا موافق يا رب. مو ووك اوت، حسبي الله عليكم يا إيه. هذا هلا طلع لي قبل ما ورا ستريت سيتش، عندي احمر اصلا. بسم الله يا رب يا كريم، النظاره النظاره وحلو. ووك اوت يا رب يا كريم، ارجنتيني استي لو تارو مارتينيز، هذا ممتاز هذا ممتاز، اخيرا لاعب عليه الكلام يا رجل. هذا بظن غالي، هذا بظن انه غالي، يا رب انك غالي يا رب انك غالي يا رب انك غالي يا لوتارو. اوكي سعر ريت تقريبا، بس يعني احسن احسن شيء طلع لي هذا للان. اخر تحديات انفورم يا جماعه، ما عاد بقدر اعمل زياده، عملت 3 كمان، وبالتالي بالمحصله تقريبا طلعنا ب 10 باكجات انفورم يا جماعه الخير حرفيا. يا رب بقى يطلع لي لاعب عليه الكلام يا رب يا كريم باذن الله. هات اعطيني النظاره لإلك، هي النظاره هي نظاره الحظ يا جماعه، بكل اختصار بتحطها الحظ بيزبط باذن الله، هيك يطلع لي لاعب 86 فوق. بسم الله، لا مو ووك اوت، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا الحارس الزفت، يا رب يا رب يا رب لاعب ينزل اساسي يا رب يا كريم. لا حتى هذا مو ووك اوت، باقي اخر باكج، نكون او لا نكون. النادي حرفيا صار في شيء 50 انفورم يا جماعه كلهم ما بينباعوا. بسم الله ووك اوت، الحمد لله اخر باكج ووك اوت، اسباني جي كي،
حسبي الله، قلنا لحالنا دخية ولا شيء. هدول الباكجات بس شكلي حأجلها لحد ما ينزل حدث، لأنه حاليا ما في حدث، وبالتالي ما بيطلع لها غير لعيبة جولد وإنفورمات من الباكجات وبس. والله كرة كأس العالم يا جماعة الصراحة يعني الحنين يدفعني اني اشتريها. لا لا تلي شلوا كرة كأس العالم وما لحقت اشتريها. لا موجودة موجودة كرة كأس العالم 2010، يا ما بشتريهم كلهم 70,000، بس 70 ترى كتير يعني. هي واحدة انه اوكي يعني تبع 2010 لانه الافضل بالنسبة لي، هي تعتبر صراحة. حاشتريها يا جماعة حتى لو ب20,000، ورب مو خسارة فيها، مو خسارة فيها. انا هاي الكرة، هاي الكرة عشق بالنسبة لي، حرفيا عشق هاي الكرة. 20,000 ورب، ولا 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 حتى ندمان يعني اني صارف عليها شيء. تبع 2014 حلوة، بس هي يعني كأس العالم تبع كان الاجمل صراحة. طبعا حنعمل خطة جديدة للفوت، وحجيب بعض العناصر الجديدة ايضا. طيب خلص قررنا الخطة. ما يلي يا جماعة الخطة حتكون بالشكل التالي. قسما بالله كل واحد ارهب من الثاني. ماينان، كوناتي بنجيبه، ميليتاو حيريح على الاحتياط، اوكوتشا، ماركيزيو، ماركيزيو اخيرا حجيبه على خطتي قسما بالله، من افضل لاعبين الوسط اللي جربتهم بكل هاي اللعبه. فالفيردي جناح اللي حيلعب وسط، برولين وفينيسيوس جوا الجيم، طبعا جناحين ومهاجم، فينيسيوس جناح، اوكوتشا جناح، برولين مهاجم، فالفيردي وبالناصر وماركيزيو وسط. هذا لعب ضدي كرهني حياتي بالناصر، بعد التطوير صاير مو طبيعي. فبالتالي هاي الخطه اللي حتكون، حنجيب اللاعبين بكفينا، بكفون تقريبا حدود المليونين بكلفوا. خلينا نبدا ونشتري اللاعبين. هيا بنا الخطه اكتملت الان حرفيا جلد. انا بعرف كثير ناس عم تحكي عن فريمبونج، بس فريمبونج لا يمس حرفيا، قوي بزياده يا جماعه، اسيستات كل جيم شغال من على الظهير. ممكن بدله اذا نزل ظهير بزياده افضل منه ويشبك معي، ولكن ما في حاليا. هي التشكيله جوا الجيم، وهيا بنا بسم الله. ممكن انه اوكوتشا يلعب مهاجم، من الممكن. بس هلا هانتر، لاحظوا يا جماعه الفينش تبع اوكوتشا كم؟ 78. ظهير يكمل فينش 83. الفينش عند جوسنس او من اوكوتشا الايكون ولا الهيرو، انت متخيل؟ وهذا الفينش عنده 5. هو ظهير افضل، افضل فينش، افضل من كل لعيبه الوسط اللي عندي، وافضل من فينيسيوس ذات نفسه حتى. لا والله فينيسيوس اعلى بواحد. هيا بنا دوناروما، اوكي ما في نيمار. والله تشكيله يا ساتر، يا التشكيله الجلد. والله خف ماركيزيو، خف صار اخف يا جماعه. يا عيني عليك يا ماركيزيو على الاسس الملكي يا رجل، قسما بالله اسس. والله حلو حلو ماركيزيو. يا الله حولت. حرام تسلل يا الله. شكرا على الباص يا رجل، شكرا يا جوسنس يا وحش. والله ملهات حرام عليك. يا الله يا الله، استلم طيب، استلم طيب. ايوه اهم شيء ماشي معنا. يا فينيسيوس يا تيس، لاق لاق، لقيت لقيت حرام، ما نهيت هيك. يس شامم ريحة مبابي، شامم ريحة مبابي، واو واو واو. قايلكم شامم ريحة مبابي، عنده ديمبلي هذا يعني يوصل رانك قوي بالفوت. لا تقلي انه طرد، بالله عليك. الحمد لله الحمد لله مطرد. اوكي اوكي خلاص ماشي، مو مشكلة اذا هيك، اهم شيء مطرد. حرام يا اخي يا اخي. ما قدرت كسره لمبابي، ما قدرت كسره. ايوه شكرا يا جوسنس، شكرا. يا اخي وربي حرام، وربي حرام. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، يا الحظ. يا يا فيني. لك لا يا مندي، لا يا مندي يا كذاب. حرام 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 حرام. الخسارة، الفرصة اللي ضاعت تبع العارضة ضيعت علي الجيم. لا هاي اوه ماي جاد، في عارضة قبل صح، انا نسيتها. هاي جايبة تايم فينش اخضر، اخر شيء حط لي اياها بالعارضة الوحش. هذا عنده ديمبلي الاحمر، شو القصة؟ شكرا
شكرا من قبل ما تسجل. انا عرفانه حيسجلها. يا عيني الفيدي يا وحش. شكرا جزيلا، شكرا على الباص يا رجل. اوه نايس، شكرا. للاسف بسبب الخساره يعني حتى لو فزت 4 مباريات جبت 16 نقطة، بينقصني نقطة واحدة عن الرانك 2. فا واو عن جد واو، يعني إذا بفوز الآن بثلاث مباريات بجيب الرانك 3. أوكي والله مو تشكيلة واحد يعطي فوق إذا كده. إيه عنده ديناتالي كمان وبابي ونيمار. يا ساتر لا يا ريتني ما شطت. الله يخرب بيت التايم فينش، يا ريتني ما شطت تايم فينش يا رجل. كان هلا 1-0. طلي ستارت مشان انسحب. اوكي قول يا رب، قول يا رب بس. شكرا. يلا بلعب بس التعادل. يلا حطيت لي ستارت شوي مشان انسحب. يلا جوسينس يا جماعه قسم بالله الظهير الهداف هذا اسمه. شكرا يا ماركيزيو يا وحش. العب الثالث بس والريمونتادا، هات الريمونتادا هات. حط له حط له ستار، حط له ستار، حط له ستار، حط له ستار، حط له ستار. هون تسمى الريمونتادا. عرفت عم يحط لي ستارت النتيجة 2-0 مشان انسحب. شوفوا مين انسحب بالاخير المسكين. اوه والله هاي التشكيلات اللي بتخوفني قسما بالله، هاي التشكيلات اللي بتخوفك يا رجل. عنده جلتشات الارض، اراوخو كلوسترمان وكيسي. يا اخي جوسنس قسما بالله مو طبيعي. تسديدات المودريتشي عنده عن جد ما بترحم. كل اقل شيء جول كل مباراه، جول 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 جول. خايف واعطيه واحده ثانيه، تعرف لو اخضر هي جول. يا عيني يا ماركيزيو، يا عيني يا ماركيزيو، يا عيني يا ماركيزيو. اووت ضربه جزاء، ضربه جزاء. سيدي الحكم، سيدي الحكم. روح يا عيني عليك يا برولين. هات الثاني، هات الثاني. يا الله يا اوكوتشا لو مسجلها كان هدف خرافي. حبي الحب 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 اللي مو طبيعي يا جماعه قسما بالله. ماركيزيو من افضل لاعبين الوسط والهجوم باللعبه، لانه بيسجل وبيصنع وبيعمل كل شيء. غير طبيعي غير طبيعي. هو جوسنس حرفيا وكوناتي اضافات مش طبيعية للخطة. بقينا فوز على الرانك 3، للأسف فوزين ما بيجيبوا لي حتى الرانك 2. يعني إن شاء الله بنقدر نوصل ريكورد 17-3 هذا الأسبوع. جيد والله، مع إنه كان بقدر حتى أفضل من هيك، بس يلا الحمد لله. بركي بركي بده يعطيني فوز، ما راح أشوف تشكيلته. بركي بده يعطيني فوز، يا ليتني ما طلع. ما بده يعطي فوز يا جماعة، طلع ما بده يعطي فوز وما شفت تشكيلته. والله بيني بيني بيشتغل، بيني بيشتغل. يا عيني يا الفيني، يا عيني يا الفيني، يا عيني عليك فنان. اوه نايس، شكرا يا حارس. انا شطه مودريتش شاطه باليسار ليه يا اخي. شكرا على الباص يا اخي، يا اخي شكرا على الباص يا اخي، يا اخي شكرا على الباص يا اخي. ماركيزيو يعني انا اعجز عن شكرك يا اخي. هاي تبديلات انشيلوتي، ها نزلت انسيني بحط جول. يا حرام ضربة جزاء. سيدي الحكم، سيدي الحكم. الله يخرب بيت ام الغباء. تخيل يسجل علي هلا. اخي ما بيعرف ينهي هذا الخصم عن جد، ما بيعرف ينهي. اوه ماي جود عن جد انهاء بيض. جي 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 جي. بالناصر نجم المباراة، عم قلكم بالناصر يا جماعة حرفيا حرفيا من اول وسط. الحمد لله اني عملت تحدي، والحمد لله انه تحدي مشان ما يجي ضدي كثير، لانه خلص اللي عمل تحدي عمله وخلصت. ما حدا بيقدر يشتريه ولا حدا بيقدر يجيبه، اللي ما جابه راح عليه. قبل الجوائز تقييم على السريع يا جماعة للاعبين الجدد، كوناتي من ارهب المدافعين باللعبة وبنصح فيه، وسعره مو خسارة والله. لو 400,000 بيستاهل و500,000 حتى بيستاهل. جوسنس اللي عمل تحدي مكسب والله يا جماعة، تسديداته سم على المرمى. ماركيزيو فنان اسطوري اسطوري بالنص مو طبيعي. وكوتشا انا قتلته على الجناح، احصائياته بيض كانت معي للاسف. بالناصر والله انه عالمي قسما بالله انه عالم، مو تطبيل اللاعب جوا الملعب رهيب. فالفيردي جيد، وبرولين صراحه مو كل هالقد ما بعرف يعني. اوكي احصائياته جيده ولكن المهاجم وفينيسيوس سيء. عندك بالناصر وماركيزيو وكوناتي وجوسنس، هدول
توب ليفل، هذا 10 من 10، هذا 8 من 10، 9 من 10، وهذا 9 من 10 كمان. بس كوناتي اكثر واحد صدمني، ما في كره مرت منه، ما 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 في، مستحيل الكره تمر منه ويوقف يتفرج، مستحيل. الجوائز يا جماعه الخير، الرانك 3 للاسبوع، المدري كم مليون على الاسبوع تقريبا الرابع على التوالي رانك 3. والله كان بقدر يا اخي حتى رانك 1، بس اسبوع هيك مباريات خسرتها ما كان الا داعي. بيكجين 50000، 125000، بيكجين انفورم و75000 كوينز. هاي ماركيزيو ينباع بيصير معنا مليون مليونين و300000. ايوه هي تشكيله الاسبوع يا جماعه، ما في هلا ماني. حنفتح جوائز الحمر، البكجات الباقي ما في اي حدث حاليا، فعم بستنى ينزل الحدث مشان نفتح الجوائز ساعتها مع الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يا رب يطلع لي ماني يا اخي، بس ماني. هات نشوف ماني، فيها ماني البرتو مارينو، حلو حلو. ديفراي 86 ريتنج، حلو ممتاز ممتاز جدا. ماني يا شباب، ماني وخربوها يا شباب. ما طلع لنا ماني، تقلي فيكم.